يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم راح تكون دجاج مشوي على طريقة تركية. طبعا هاي الوصفة من أقدم وصفات الدجاج المشوي اللي بعملها، تتبيلة سهلة وسريعة ما بدها شغل، وبنفس الوقت طعم الدجاج فيها جدا شهي. طريقة التقديم كثير راح تحبوها، تابعوا الفيديو وتعالوا شوفوا طريقة العمل. هون رح استخدم الفرامل، الفرامل كثير بتساعدكم بالشغل. رح نحتاج بندورة طبعا عدد واحد قطعتها، رح نحتاج بصل كمان عدد واحد مقطع، ورح نحتاج 4 حبات من الثوم. رح نستخدم كمان هون معلقة كبيرة من دبس الفليفلة، بالإضافة إلى 3 ملاعق كبار من معجون الطماطم. دبس الفليفلة في حال مش متوفر استخدموا الفلفل الرومي الأحمر. رح نحتاج بالوصفة 2 ملاعق كبار من لبن الزبادي، بالإضافة لعصير الليمون استخدمت هون 2 حبات. البهارات هون 1 ملعقة صغيرة من البابريكا، من الكركم، بالإضافة للكمون 1 ملعقة صغيرة ممسوحة، أكيد 1 ملعقة كبيرة من الملح، بالإضافة ل1/2 كاس من زيت الزيتون. هلا هون رح أفرمهم كثير منيح حتى تتجانس عندي كل المكونات ويكون معاي الخليط ناعم. طبعا هون فرمتهم 3 دقائق متواصلات. رح أخذ هون قسم من الخليط وأحطه بصحن وأغطيه حتى أدهن فيه الخبز، طبعا بتدخلوه الثلاجة. بالنسبة للدجاج هون أنا استخدمت دجاجتين، وزن الدجاج عندي 1200 جرام. ممكن تستخدموا الدجاج اللي بدكم إياه، ممكن تستخدموا أفخاد الدجاج لحالها، برجع لكم، بس هون أنا استخدمت الدجاج الكامل. عملت فيه ثقوب، بننزل الخلطة. طبعا هون بنفرك الدجاج كثير منيح بالخلطة، بندخلها جوا الثقوب. رح أترك الدجاج هون منقوع بالخلطة مدة 2 ساعة، طبعا حتى تاخذوا نتيجة أحسن ممكن تعملوه قبل بليلة، ممكن تتركوه 6 ساعات حسب الوقت المتوفر عندكم، أنا هون تركته مدة 2 ساعة. بالنسبة للصينية هون رح أفرشها ورق الغار، وبعديها رح أحط هون قطع الدجاج. الخلطة رح تضل معي بالصحن، رح أرجع أدهن فيها الدجاج. قبل ما أغطي الصينية هون رح أحط كمية بسيطة من المي، بس أنا ما بنصحكم تحطوا مي، لأنه الخضار اللي حطيناها إحنا والدجاج رح تكون المي كفاية جدا. هون رح أغطي الدجاج بورق الزبدة. ورق الزبدة هو بيعمل فاصل بين الدجاج والقصدير، طبعا بليته بشوية مي، ورح ألف الصينية كثير منيح بورق القصدير ورح أدخلها الفرن. بالنسبة للفرن رح يكون عنا على 200 الرف الوسط. طبعا هون تركتها ساعة هيك عندي بعد ما طلعتها من الفرن. هلا هون رح أحطها تحت الشواية حتى أحمر الدجاج. هون رح نحضر للخبز. بالنسبة للخبز ممكن تستخدموا أي نوع خبز أنتوا بدكم إياه، طبعا هذا الخبز المتوفر عندي رح أدهنه بالخلطة. الكمية كمان زي ما بدكم حسب حجم الصينية. هيك عندي الخبز تمام. هلا هون رح اعمل سلطة حتى احطها على الخبز، اللي هي عبارة عن كاس من البصل، بالاضافة لكاس من البقدونس، 1 ملعقة كبيرة من السماق، ورح احط هون 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. بالنسبة للملح هون انا ما حطيت، رح اكتفي بملوحة السماق، وممكن كمان تحطوا عصير ليمون، بس انا هون اكتفيت بالسماق لحاله. رح اوزع البصل على الخبز ورح أدخل الصينية الفرن. طبعا هون الخبز أنا دخلته على 2 صينيتين، شغلت من تحت بس حتى يتحمر عندي شوي الخبز، بعديها شغلت شوي من فوق الشواية تقريبا مدة 5 دقائق بس حتى يأخذ الخبز بنكهة البصل. هيك عندي الدجاج بعد ما طلعته، ما شاء الله ما تتخيلوا طعمه بجد شهي. قدمت جنبه هون البطاطا المقلية مع خيار بلبن، ممكن تقدموا اللي بتحبوه. طبعا هاي الوصفة من ألذ وأطيب وأسهل وصفات الدجاج المشوي، كثير حلوة لمناسباتنا. وهيك عنا الوصفة خلصت، وهيك عنا الفيديو خلص. بتمنى أن الوصفة عجبتكم، بتمنى كمان أن الفيديو عجبكم. إذا عجبتكم الوصفة عجبكم الفيديو، ما تنسوا دعم القناة والاشتراك فيها، ويعطيكم ألف عافية.